بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللي مات وقع غليان في الساحة السياسية، والمصدر تاع الغليان هذا هو الطلب رئيس الأركان لتطبيق المادة 102 للدستور، ويرى رئيس الأركان أنه حل لإخراج الجزائر من الأزمة اللي رانا نتخبطوا فيها. أصوات ارتفعت من هنا ومن هناك تنادي برفض هذا المقترح والرجوع إلى المادة 7، وكاين الناس قالوا المادة 8 من الدستور لحل المشكل. أنا سبق لي تكلمت على بعض القنوات وعطيت وجه النظر تاعي في هذا الموضوع، واليوم ارتأيت أني أخاطب الشعب مباشرة. أنا نقولها بالكلمة الواحدة، كل ما قادر يخرجنا ويقربنا من الحل مرحبا به. وأنا شخصيا أرى أن المادة 102 من الدستور هي الوسيلة الوحيدة اللي بقات بين إيدين الجزائريين باش يبقاو في الإطار الدستوري ويخرجوا من الأزمة في أقرب الأجال، وهذا من وسعه أن يقلص في المدة اللي بين أخذ القرار وإجراء الانتخابات. أفسر، المادة 7 وش تقول؟ المادة 7 تقول الشعب مصدر كل سلطة. هذه فلسفة، فلسفة سياسية. هذا هو الصميم الدستور، وهذا ليتكيفوا منه كل المواد تاع الدستور. تأخذ من هذا المبدأ أن الشعب مصدر كل سلطة الروح تاعها، بما في ذلك المادة 102، اللي المادة 102 عندها مدى تطبيقي، حيث المادة 102 كتبها المشرع حتى يمكن البلاد في حالة أزمة كما الأزمة اللي رانا فيها، يعطي لها المفتاح وباش نخرجوا للطريق السليم. وش تقول المادة 2؟ إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا. وبعد يقول في حالة استقالة ولا في حالة وفاة. إذن رانا في الحالة هذه، الرئيس مريض مش قادر يزيد المشوار تاعو، انسحب من الانتخابات. كان من المفروض انسحب ما يديش معاه 20 واحد، ولكن وش تحبوا، هو في 1999 كي انسحبوا الستة هو بقى، وفي 2019 انسحب ودخذ معاه 20. كاين هنا داس على القانون وداس على الدستور، ولا واحد حرك ساكن ولا واحد حرك صبعه. الناس قبلت ما عدا الشعب اللي رفض الأمر الواقع، لكن المؤسسات اللي من حقها ومن واجبها تدافع على حق الشعب وحق المترشحين وتطبيق الدستور فلم تحرك ساكن. مشات الأمور، الأزمة كل يوم يمضي يزيد يطبعها للقدام ويزيد تولي التعقد. جاءوا اقترحوا 102
في نظري وفي نظر كثير من الناس يحل المشكل، لكن مش لوحده. الشعب قال وأصاب، كي قال ما كاين ناس ما تمثلناش، كاين ناس ما عندهمش مصداقية، لازم نسمعوه. شكون الناس؟ قال له رئيس المجلس، مجلس الأمة واحد، تزيد تقول رئيس المجلس الدستوري اثنين، بعض الوزراء ثلاثة. اللي الناس اللي رفضهم الشعب كانوا في الحكومة ولا في المجالس، لابد أن صاحب القرار يأخذها بعين الاعتبار، ومن صلاحياته ينحيهم، من صلاحيات رئيس الجمهورية قبل استقالته أن ينهي مهام رئيس المجلس الدستوري، أن ينهي مهام رئيس المجلس الأمة، أن ينهي مهام رئيس الوزراء، أن ينهي مهام الوزراء، لكن لازم يمضي على المرسوم لينهي المهام قبل أن يسلم السلطة لرئيس المجلس الدستوري ليكون عينه جديد ويكون نال رضا الشعب. لماذا هذا الشيء؟ هذا من وسعه أن يجنب الجزائر خروجها من الإطار الدستوري ونخرج إلى فراغ الدستوري. عبالنا وقتاش نخرج منه؟ يوم 29 أفريل، لأن الرئيس تنتهي صلاحيات العهدة تاعو يوم 28 أفريل. 29 أفريل واش نروحوا الفوضى؟ نولوا نزيدوا نلموا قال العقلاء؟ ما نقدروش نلموهم قبل هذم العقلاء ونشوفوا وش يساعدنا في الدستور، وش يساعد الشعب، ونطبقوه بلا ما نجوعوا الذيب، بلا ما نغيروا الرعي. لا، كاين أصوات تقول لا لا لا، لكن نكونوا عاقلين يا ناس. إذا كان المصالح الشخصية نقولوا ألف لا، لكان المصالح الحزبية نقولوا ألف لا، لكن القضية مش قضية أفراد ولا أحزاب، القضية قضية أمة، قضية دولة، قضية وطن، قضية شعب. إذا طبقنا المادة 102 بشروط لفرضها الشعب وطبقناها، قادرين نخرجوا من الأزمة في أقرب الوقت. زيد على ذلك، إذا ارتاء الشعب أنه لا بد من إحداث لجنة لمراقبة الانتخابات، لجنة مستقلة، فليكن ذلك ويخير هو اللي ظهر له فيها. ونغتنم الفرصة للشعب، واش نقول للشعب؟ يا شعب راك مهبط، 20 مليون للشارع، 20 مليون أو غير الفم يقولها، راهي قوة. وعطيته درس العالم كل بكل هدوء بكل سلمية، قادرين غدوة أنتم تعسوا على الصنادق، ما تحتاجوش حتى اللجنة، لأن مكاتب الاقتراع لي بيرو دو فوت في الجزائر ككل 55,000 بيرو. إذا حطينا في كل بيرو 10 مراقبين من الشعب، نكونوا جندنا نص مليون برك، مش 20 مليون، نص مليون من 20 مليون. واش من نظام هذا قادر يواجه 10 مواطنين يعسوا على صندوق واحد؟ واش من نظام؟ يجي النظام يظهر له ما يقدرش يواجه الشعب، لأن الشعب يكون حريص على الصندوق وغيور على الصندوق، وما يخلي لا بوليسي لا جدارمي لا عسكري لا والي لا من الأمن، ما يخلي حتى واحد يقترب من الصندوق، وهما ما بيجرعوش
يتقربوا للصندوق يشوفوا الشعب واقف عليه، وستكون انتخابات الأنزه منذ استقلال الجزائر، وسيختار الشعب الجزائري الرئيس الذي أراده هو، الرئيس الذي يحمل المشروع لراضي عليه الشعب. وهذه الساعة كي ينتخبوا رئيس على أساس برنامج ليكون صادق عليه الشعب، فنقوم بالإصلاحات الجذرية، دستور جديد، حكومة جديدة، مؤسسات جديدة، وكل شيء نضعه على الطاولة ونعود بناء مسرح الجزائر، مسرح الجمهورية، ونبني الجمهورية الثانية. ما تكونش من الديماغوجية، ما كثروهاش، ما تبناش في نهار وما يبنيهاش واحد، وما تكون البنية صحيحة إلا إذا كان الشعب كل مد يده وعطى رأيه. ولكن ما تبناش بالفوضى، وما تبناش بجماعة عقال. وأنا نقول قال جيب فلان زيد وعمر ومن ليزونسيان يجوا، لا، جيل الاستقلال انضج، جيل الاستقلال قرا، جيل الاستقلال عنده كفاءات، جيل الاستقلال عنده وطنية، جيل الاستقلال عنده التزام، وعنده من الصفات اللي تخليه يقوم هو بنفسه على الإشراف على الانتخابات وعلى المرحلة الانتقالية من ألف إلى ياء، على شرط أن الناس المتمسكين بالحكم يحطوا مصلحة الجزائر قبل مصلحتهم الشخصية، يحطوا مصلحة الجزائر قبل مصلحة الجماعة، يحطوا مصلحة الجزائر قبل القوى الغير دستورية الغير مؤسساتية، وإن شاء الله نخرج إلى بر الأمان. والتاريخ يحاكم كل واحد، كل واحد يرجح مصلحته الشخصية والغريزة الشخصية والطموح تاعه الشخصي على مصلحة الجزائر. بهذا يكون الشعب الجزائري أعطى درس للحكام وقال وعطى لهم إنذار، قال أنا هو سيد الموقع وستسير الأمور كما أردتها بدون فوضى وبكل سلمية، وتكون يا أيها الشعب الجزائري أعطيت درس للعالم، ويكون الحراك تاعك هذا مش مجرد حراك، ثورة تقدر تفتخر بها غدوة، لأن الدول العربية والإسلامية باسكو هذا هم الناس اللي يشوفونا ويشوفوا لهم، تأخذها مثال منك كما أخذوا من مثال في منك في الحرب التحريرية، في الثورة التحريرية. الفرصة التاريخية راهي مفتوحة قدامك يا أيها الشعب، وباش تعطي للعالم، وقبل تعطي للعالم تعطي للحكام تاعك درس في الوطنية، درس في الإخلاص، درس في العقل، درس في الوطنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.